السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رجع معاكم فيديو جديد في كونسول جديد. النهاردة يا شباب هنلعب جيم فورتنايت مود الإعادة ريلود. فانتوا شايفين ان انا مجهز حاجة اهو، استنى بقى كده عشان ايه انا مجهز لكم نفسي وجايب لكم ايه، جايب لكم كده كل حاجه كده زي ما انتم شايفين، جايب لكم لوتي وكل جاي. لا استنى بس رحمة امي، يلا روح بقى. يعني عمال تجري ورايا وفي الاخر ما بتعرفش تلعب، بطل جري شويه. عاوز تخس ما تخسش كده، تجريش ورايا. عاوز تخس روح اجري ورا حد تاني غيري، انا برزع. بس احنا الصراحه انا مجهز اهو، النهارده جايب لكم وانا مجهز ايه، مجهز لوتي عشان ايه محدش يخسرني ولا اي حاجة، عشان ايه يبقى كده ايه لعب يا رجالة. فالنهاردة معاكم لقطات فورتنايت جديدة وبالتأكيد طبعا اللقطات بتاعتنا دي لازم الكل يتفاعل معاها، فما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناة فايز الرجالة عشان كل واحد عربي كده ايه يخش يجرب المود ده ويعمل لنا فيه لقطات احسن من اجانب كده، ونشوف ايه لقطات كل واحد وندعمه. فيلا بينا كده نروح بقى ايه نشوف بقى كده اي حد نفايت عليه. احنا دلوقتي معانا قناصة اللي واخد باله، معانا سنايبر وفي صندوق ميستيك اهو ممكن يدينا حاجة حلوة. يعني السنايبر اللي معانا ده هنروح نعمل بيه حاجات كارثية دلوقتي، هنرزع كذا واحد سنايبرات في وشه خليه مش هيشوف قدامه. اها اوكي ها ماشي، يلا بينا بقى كده نمشي. يلا واحدة ايه شوكو قنبلة شوكو ايه بقى. موجات اهي قنبلة الارتداد، الصراحة مش وحشة، حلوة الصراحة. ايه نهرب بيها نفايت بيها، حلو. جالنا واحدة تانية اهي، او يلا الويب بتاع الارتداد دي الشوك ويف جامدة بتساعد كتير، فكل تيالي بيستخدمها المحترفين هي والمحميدة النطاطة دي كلهم بيساعدوا في الفايتات. انا البنج عندي خربان والنت ايه برو ماكس، فبصوا مفيش شغلة هتيجي فيه دلوقتي. بص النت عندي يا عيني ايه مزيكا، مش عارف الاوتو ده، عرفنا ان الاوتو بصعوبة والله بصعوبة، النت ملخبط معايا. عرفت الاوتو بالعافية، اصلا جبت دماغه دي كده ايه عافية عافية ذوق. ثم انا تعالى بس تعالى تعالى بقى بطل توتي، كنت عايز القطة في دماغه بيجري. يا دي ازاي مش في دماغه، انا شايفها في دماغه يا جدعان، كل شافها جت في دماغه. ايه ده السنايبر ده ظالم، انا عاوز السنايبر التاني اللي هو من بعيد بقى ما بيصدمش حد. حلو، لا تعال ده، ايوه هو ده كده. عشان ايه في واحد هنا، يلا عافية زو.
اوكي يلا على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل. مش هفضل اتكلم كتير. مين الذكي اللي يروح يفايت حد من منطقة واطية عشان تروح تلبس انت؟ صح ما هم هيجيبوني انا بالطريقة دي. حد بيرزع عليا انا. لا مفيش ترزيع عليا انا يا شباب كده. يلا انتوا الاتنين بقى واحنا ناقصين كنبرة بقى. احترفوا تعالى عاوزين شوية لعب عاوزين احتراف. ايه القناصة دي بقى دي. اوف 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 القناصة دي جامدة احسن من السنايبر. السنايبر التاني ده وحش. القناصة دي بتلسع على طول. اصبر بس اصبر عشان انا ايه الميزة في التانية اللي فيها سكوب. انا ممكن العب بخمستين يا ابن الناس. اترزعت انت بقى انا ماليش دعوة. تعال تعال اترزعت انت رزعة حلوة الصراحة. عجبتني الرزعة الصراحة عشان انت سرقت الشوكوي. النت بتاعتي ما تتسرقش تاني بعد كده. بعد كده لما تيجي تلعب تعال العب من غير ما تتسرق منك. القناصة دي احسن بقى بتخليك الرؤية عندك احسن عشان ما يكونش في حد جنبك ومتسحب ولا حاجة. بس محتاجة حد يبقى مشاور لك عليه فيها. انت دي اكتر واحدة سهلة في التعمير. فانا في الفايتات اقدر استخدمها ايه ادي طلقة وادي بالشوكة. تخيل الكل بيحب دي كده في الفايتات. الواد اللي كان بيلقط بالسنايبر ده اختفى ولا ايه؟ بقول لك ايه مش تاخدها بقى وتهرب وتسيبني. استنى استنى طب دي اخش لها ازاي دي؟ استنى عشان عاوز واحدة. يا رب ما جاتليش. نزلت فين ده بس عشان مش عاوزين نخش مكان. في انا عارف انا عارف خلاص خلاص انا عارف ان المفروض ايه امشي. حاضر انا ماشي انا ماشي يا عم. انا مؤدب وبمشي بسمع الكلام. فاش في المنطقه دي اللي انا ابقى وسطكم. انتوا كلكم عمالقه. عمالقه ما شاء الله. ايه ده خدتش بالي من الفورنا دي والله. طلعت لك روم. طلع لنا تسمع لنا اليات دي. ايوه هات كده. ايوه احترم نفسك كده مش تبقى بتاعتي وبتسرقها. هنا يا زك فوق بقى. ايوه حلو اوي. احنا معانا يا جدعان لوت هنفنش بيه بلد. احنا جايبين 6 كيل وانا الواحد 4. اوكي يلا 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 على الدروب طبعا مش على حاجة تانية. على الدروب طب استنى دي كام؟ دي 100 يا عم. دي احسن دي ساعد في الفيطات احسن. انا عاوز اخلص زي دي. سيبك من التانية. التانية ما فادتناش بأي حاجة. فين ده؟ في واحد طار كده. اوكي تعالى عشان هو في حد هنا. في حد هنا على فكرة.
نزلوا من على الجبل صح؟ في سنايبر بتاعه وده هنا ماشي، هما كلهم نازلين طبعا مش عارفين ماشي هنا في واحد ماشي ماشي هنا. انت بترزع انا يعني انت ماشي يا ابو ماشي، بس هو كده حرام عليك يعني، وانا زعلت منك صراحة. عيب بقى ما تضربش على حد. عالطاير كانت هتبقى حلوة الصراحة، جت في البتاعة دي مع اني كنت هقتله خلاص. اها حلو ماشي. يا الله بس عشان مش ناقصين، انا خايف حد يكون مكمبر. لا اصبر مات. بس يا بابا، بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا بابا بقى.